مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هذه أجمل ورق تحية مني محدثكم فارس عواض للتعليق على مجريات هذه المباراة، واللي نتمنى من خلالها بأن تكون مباراة مليئة بالإثارة والمتعة. وأن مباراة اليوم الفريق راح يعتمد على طريقة الأربعة أربعة اثنين الاعتيادية، كانتي، جوميز، زيدان، يا رب كرة في المرمى بتروح الكرة للخصم، فرصة قد تشكل خطورة. ديلي ألي والتدخل، كانتي، خافير زانيتي، حلو تبادل الكرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. ضاعت الكرة، تلاقى بالكرة لمحمد صلاح، موزيس سيمون يحاول ان يتقدم في نصف ملعب الخط، يا لهيب الله على التمريرة، يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. كانتي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو قطع للكرة في الوقت المناسب، كريستيانو عند الإمكانية هنا، تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء، كوستا يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح، صلاح بيلعب للكرة عرضية، اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من مرماه، تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس، كريستيانو رونالدو، زين الدين زيدان، كرة بالخطا، كرة بتضرب الخط الخلفي، فرصة الآن، راموس بشدة الكرة، الحكم يوقف اللعب ويحتسب الخطأ، كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم لتشكل خطورة على المرمى. كانتي، سيرجيو راموس، بيرلا ميندي، زيدان، كرة بينية خلف المدافعين، حارس المرمى كان بالمرصاد، تدخل سريع، استقبال خاطئ لكن يحتفظ بالكرة الآن، كريستيانو رونالدو، الكرة بتضيع من كريستيانو رونالدو، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، فرصة خطيرة الآن، حارس المرمى يسيطر على محمد صلاح، كيف راح يتصرف فيها؟ تمريرة صلاح تقطع في الطريق، ك...
كريستيانو رونالدو. روي كوستا. موزيس سيمون. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. يخترق ولدي المساحة. يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. الجماهير غاضبة من تجاهل حكم المباراة لركلة جزاء تعتقد بأنها صحيحة من وجهة نظرها. ممكن استغلال المساحة في طرف الملعب. يتجه بعمق الملعب. راحت بعيدة. شوط أول جيد في رأيي، قدم عرض مميز، كان ناجح إلى حد كبير في هذه المباراة. سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول. موزيس سيمون. فقدوا الكرة. عند الكرة في مكان خطير. تقدم للأمام من فرصة من جديد لكرة التعادل. يمنع عبور التصويبة. محمد صلاح. مقطوعة هذه التمريرة يا صلاح. بيعدي بالكرة بيروح فيها. زين الدين زيدان. كريستيانو رونالدو. رؤية ممتازة للملعب. زيدان يبحث عن الفرصة. فرصة الآن. ألم مع زيدان. محاولة هجومية هنا. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. جوردي ألبا. كرة مع محمد صلاح. فرصة هدف يا أبو صلاح. أوهو في القفين مقابل لا شيء. حلوة الكرة إلى الطرف. روي كوستا. كرة بينية خلف المدافعين. نيمار. خلص الآن لكن ما زال تحت الضغط. زين الدين زيدان. تمريرة بعد الأخرى وفي كل مرة إتقان شديد جدا. رونالدو بيلعب كرة بينية. هجمة ضاع أعتقد وترى بأنها كانت صحيحة. الكرة بتضيع من كريستيانو رونالدو. نيمار. قد تكون هذه الفرصة. عند الكرة في مكان خطير. عرضية ممتازة للخلف. هنا في مكان خطير. إلى تليالي. كرة في مكان خطير. روي كوستا. لحظات وتنفذ رمية التماس. 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. جرح فاضي أمام نيمار. نيمار. نيمار بيرسل لك كرة عرة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. ينتهي الهجوم المرتد مشاهدينا. فرصة كانت خطيرة لم يحققوا شيئا منها. رونالدو يفقد الكرة. موزيس سيمون يستعيد الكرة بتدخل سليم. بتروح الكرة للخصم. تقليص الفارق. كم متأخر لكن ما زالت المباراة لم تنتهي بعد. حتى الآن من صافرة النهاية. ضغط كبير في اللحظات القادمة. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. فرصة أخيرة قد تكون للعودة في النتيجة.